بسم الله الرحمن الرحيم. تركيب الدعاء هل بيسبب قصر في طول العضو الذكري ام لا؟ ده فعلا صحيح، لما بنركب دعاء بتاثر في طول العضو الذكري. انا لما اجي اركب دعاء في العضو الذكري، دي دعاء احنا بنحطه في العضو الذكري، اتنين من دي، واحده يمين واحده شمال، عشان تركب دي جوه العضو الذكري طبعا دي هتخش جوه الاسطوانه اللي هنا. لو هي طويله اما او لو هي اطول من العضو، اولا هتبقى متنيه كده، فطبعا دي مشكله. ثانيا هتبدا تضغط على مقدمه القضيب فتعمل الم شديد، او ممكن تضغط على الجدار وتخرج من القضيب نفسه وتعمل مشكله، او ان انت لما تيجي تدخل الدعامه هتلاقيها مش بتخش معاك ببساطه لان الطول اطول من طول العضو الذكري، فهتضطر تقصرها اجباري. المشكله بقى مش في كده خالص، المشكله ان هي لو بقت طويله يعني اطول من اللازم، هتبدا تنط الاوعيه الدمويه اللي جنبها، تشد عليها فتمنع مرور الدم فيها. ده ممكن يعمل مشكله كبيره في الدوره الدمويه، تاثر على سلامه انسجه القضيب، ودي حاجه خطيره مش حاجه بسيطه يعني. فاجباري الجراح مضطر انه يركب دعامه اقصر من طول العضو الذكري. وفقا للدراسات اللي هي اتعملت في المجال ده المنشوره، الجراحين المحترفين بيبقى عندهم القصر في الطول من نص سنتي الى 1 سنتي. الجراحين الاقل احترافيه، ودي المقصود بيها اللي عدد مشاركاتهم في العمليات اقل من الاول، يعني مثلا يعني الجراحين المحترفين بيعملوا عدد كبير من الدعامات سنويا فوق رقم معين، اقل من الرقم ده بنعتبرهم يعني ايه غير محترفين او اقل احترافيه. المقصود بيه العدد، يعني بتشتغل كام عمليه في السنه. الناس الاقل احترافيه مع احترامنا للجميع بيبقى في قصر عندهم في طول الدعامه عن المطلوب من 1.5 الى 2 او 2.5 سم، يعني قد يصل الى انش. المشكلة الأكبر إن ممكن يكون الجراح في جزء متليف بالداخل، هو يخطئ في تقديره أو ما يسلكوش وات ايفر إيه اللي حصل. يقوم بعد تركيب الدعامة هتتركب أقصر من المطلوب لأن الجزء المتليف ما تسلكش. فالدعامة مدببة، هتيجي مع الوقت تبدأ تخترق الجزء المتليف وتخش لجوه. فالمريض يجي يقول لك إيه بعد 4 5 شهور، يقول لك أنا حاسس إن العضو دخل لجوه. يعني إيه؟ يقول لك أنا حاسس إن العضو قصر قوي. فالدكتور يقول له هيقصر ازاي؟ الدعامه طولها ثابت هيقصر ازاي؟ لا، هو فعلا العضو قصر. ليه؟ لان الدعامه دي طولها مجموع طول الجزء الظاهر من العضو والجزء اللي جوه. فانت دلوقتي لما بتيجي تخش جوه هتبدا تخش في الجزء المتليف، فالجزء الظاهر هيقصر. فالمريض فعلا هيقول لك العضو قصر، وهو قصر فعلا. يلاقي فجاه ان العضو قصر 4 5 سم، طبعا دي مشكله. وهتلاقي بقى اول حاجه عمليه تثبت الكلام ده الجلد اللي فوق العضو بقى مكشكش خالص زي الاكورديون. يعني بقى الراجل مش عارف هو مرتخي ولا منتصب، يقول لك ده مش انتصاب. طبعا دي بتعمل مشكله في الاستمتاع بالنسبه للراجل والانثى، غير التاثير النفسي بتاعها. طبعا عشان تيجي تصلحها قدامك حل من اثنين، يا تعمل حل جذري وتخرج الدعامه وتحط دعامه اطول، يا اما على الاقل هتعمل طهاره عشان تقص الجلد المكشكش ده، عشان تخلي له حتى يعني شكل الجلد مشدود شويه، وده يحسن الدنيا عنده، ولو ان برضه القصر هيفضل موجود، ولكنه حل مؤقت اذا كان المريض رافض انه يعمل عمليه او يغير دعامه. بيقول لك يعني اي حاجه تبنج الموضوع كده ايه حاجه ملطفه يعني تهدي الموضوع. طب انا عشان احل الحكايه دي ببساطه، احنا في علاء كلينك بنعمل تكنيك بسيط جدا قبل تركيب اي دعامه، ان احنا بنعمل عمليه اطاله للعضو الذكري قبل ما اركب الدعامه. عمليه الاطاله دي تديني 3 احتماليات، يا اما يبقى في معايا طول كويس، يبقى في الحاله دي حتى بعد تركيب الدعامه الطول هيبقى اكبر من الطول قبل العمليه، او ان الطول المكتسب يبقى قد الطول الفقري، يبقى حافظت على طول العضو، او ان على الاقل على اسوأ تقدير ان انا اقلل الفقد يبقى عدد مليمترات ولا حاجه، يبقى برضو المريض استفاد. طول العضو الذكري مهم جدا بالنسبه للرجل الشابي، هو لا قيمه له بالنسبه للمراه، ولكن بالنسبه للرجل الشابي في حاجه كده اسمها الفالك ايدنتيتي، الهويه الذكوريه، ان الرجل بيرى ان العضو الذكري يعبر عن شخصيته. دي حاجه في العقيده الشرقيه، لكن هي على ارض الواقع لا تعني شيئا، ولكن من ناحيه نفسيه هو راجل مش قادرين نطلع دي من دماغه. فاطاله العضو الذكري او المحافظه على طوله دي بتفرق نفسيا مع الرجل. فطبعا احنا عشان نحافظ على النقطه دي بنعمل عمليه اطاله للعضو الذكري قبل ما نركب الدعامه. وشكرا.